اليوم الشباب حاولوا يرسمون صورة مو مسرحية، لا صورة واقعية لما كان، جسدوا كل الشباب اللي راحوا من متظاهرين. هواي شفنا بالسوشيال ميديا شباب تروح أرواحهم، شباب تروح روسهم، شباب بظهرة تنطلق، هذا كلها جسدناها من خلال مشاهد واحدة. شاب كش ما عندي 5000 ما بجيبي، كلمة حق هاي مو كلمة حق، احنا نريد حق، نريد وطن، كل شي ما رايدين. ظهرتنا اليوم هي وعي فكري سياسي عند شبابنا، لهذا هذا العمل اليوم قدمه لوحة من لوحات ساحات التظاهر اللي في العراق. شو تسوي؟ تقمع بينا، تقتل بينا، احنا باقين، باقين. دم الشهيد ما راح يروح ببلاش، تقطعون الانترنت، عندنا انترنت، تجيب انترنت وننقل كل فضائحكم، كل الفضائح الموجودة حاليا بث مباشر، الشعب العراقي كله يشوفكم معكم.